ما يسمى سلام نيوش لكم يقع واسي لا يتفرج قدناك منين تم ديت لكم تنبارك لنا وساكم ديت نوبان مرحبا يتلتا ساكم تسلم حط نوار قلن ديت تليفزيون ديال القناه فيت اوكازيني دي ديال القناه فيت ربعه ماك كلت نوبا ان شاء الله لنحضر معنا منا وين يجي منا وين الضيوف الا انبي مع سن اني انبي مع سن ان شاء الله روكن اميزار تحضر معنا الاستاذه اسمها هان عباس اتلا مدربه في التنميه البشريه ما مستشاره اسريه خنسيو لسيك الموضوع مهم جدا مهم جدا الا وهو ما كاين ان شاء الله يومين ولا نكورن ديني ثلاث ايام ولا نكورن الا ديس شهاده التعليم المتوسط اللي يعني ما كيتسمى البيام ما كاين لا سن, سن, سن تسعه ان شاء الله لا شهاده البكالوريا ان شاء الله ربي يوفق جميع الطلبه ان شاء الله نتمرت نتزاير ان شاء الله خانسيو نوصل بعض الارشادات والتحضيرات النفسيه شويه <applause> الطلبه اني الاولياء تكون ان شاء الله هذه غير معلقه من سنين مع ترو ان شاء الله باش الدوين احسن نتائج ان شاء الله الركن فيتن خانسي ولا سعافرا الهلال الاحمر الجزائري يعافرني لان ما شاء الله والسنوني اللي ماتوا لان مع الحجاج الميامين لانزوان ما كان قرب لا لا ما كان ان شاء الله ربطني السعود على خير وصل الله يزوى ان شاء الله ان من القاعده بخير ان شاء الله نطلب ربي يطني السود بخير آه ما إن شاء الله وانت تنس الدعاء نسند البركه نسن ان شاء الله آه ركن ام آه يعني الركن آه في ثلاثه خنسي ولا آه سل يوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية آه اليوم الوطني آه خنسي المناسبة يو إني آه استظهر يو إبهان ترسم نغرس إكتعامين رسمت رئيس الجمهورية كيوم وطني نغرنا ضف امي الزار يحضر معنا الاستاذ عبد العزيز بوديه الى ممثل المحافظه الولائيه للكشافه الاسلاميه الجزائريه نغرنا الضيف فيتسن مصطفى حمدي هناي الى قائد تدريب دولي للكشافه الاسلاميه الجزائريه ما كي معنا المرشده عائشه بني عائشة بناي ديك المرشدة ما شاء الله تتزرم تكشيش تنصح تلات المرشدة ما شاء الله إلا خالت صنور يو مع القادة الكشفيين القادة سيلا نوسين ما شاء الله خالت سيول سي عافرا الكشافات المرشدات كاع نقوم كشيشنيني الافواج آه اللي نحاضران سيونس النشاطات نصنقع ان شاء الله ان من الاتبيم معنا تطفي. الا انس خطا الوقت وقت ممتع ان شاء الله ركن ميزار مباشره نبدا مع الأستاذة اسمها عباس ما مدربه في التنميه البشريه يعني لو تسمى التنميه الذاتيه مستشاره اسريه استاذه منينية تمديت تم مرحبا سجد معنا ما سنطلات مرحبا تمديتك تنبارك ام احمد تمديت تنباركت في مسلمين ان شاء الله ان شاء الله ربما يحفظ ان شاء الله يعطيك الصحه أه، تيتع ما شاء الله لنتبع الخطوات ما شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي، دورة التكوينيه تقدسني المراهقات المراهقين يعني ما شاء الله تيتشمر ديك المشعل، يوفق ان شاء الله تيغوردنتسات، استاذه أه، ما كينسن أه، ما شاء الله شهادات الامتحانات الشهادات سواء أه، البيام التعليم المتوسط يعني البكالوريا يوفقك ان شاء الله، لن على الابواب. أكيد. يعني يعني أه، والتقييم ما شاء الله، أه، نخص التحضير أه، النفسي، التحضير البيداغوجي. القومي لا نظوان اتسخطا الامتحانات نسن أه ماذا بينا تحكي في لاسن دبت ضد تحضيرات الا لازم تقوم نسيس خاصه ما كاين لا نسن باللي شهاده التعليم المتوسط قيمة زد يومين اتسخطا الناس تسبات ان شاء الله هذا بدا ربي يكتب بدا خاص انت ناديني ما كاين بدا احضر نفسيا باش ادوجه الامتحان اللي نظر يمكن ديك الحيت اللي انت زعلوك ان شاء الله انت بالنسبه للامتحانات كاع ما قلت لي يعني سواء كان شهاده البكالوريا يعني شهاده التعليم بالمتوسط بالنسبة للقوم لازم ما كان قارد بدون دائما لازم يكون في أي حاجة لازم يكون التوازن التوازن يتكند ما بين القوم والأولياء يعني من التحضير النفسي هذه عاد ما بين القوم والأولياء بس النصيحة نصيحة مزار تخش جاي الطلبة أشنين يعني ما بيك شكين كشخص تبدي تستيديك على لازم نمشي نتحضر على نفسي نفسيتي باش الجمرد تواجه الامور اول شيء تحضير النفسي يخد عدم عدم ضمان الوقت ود العامل دي جعلوك باش هاد الجمره هاد حفظه جمره زعما هاد الرجل الامور العامل الثاني القيم توفي غاد واش هاد الراحه النفسيه تدي اثنين تقنيك من الضغط دي جعلوك تدي دي نشن تيشن وجار الشهاده الشهادة أنت عادي جدا مثلها مثل جميع الامتحانات العادية ليش ودي كن الفرق الفرق بيناتهم أنه ما كنقار القيمة شنو 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 الحراسة المجتمع المجتمع يعني نشش نشاش مش يعني الطابع انت <تكلم> تعلاه شني خاطي عادي امتحان عادي كانت مغرش الحارس اني اشني خاطر عند الشهاده تاع من ثلاثه من الحراس ويتق يعني صحيح. يتق يكهنا <applause> <احنا> نخلل <applause> بالنسبه للتحضير النفسي اللي قصت خط اول حاجه اول حاجه الى قلنا لان اكت القنوات نشني نتواصل سيدي نشني بيننا وبين رب العالمين سبحان الله القنوات ولا سبع قنوات. سبعة. سبع قنوات سبع قنوات اتصال بيننا وبين ربي سبحانه القنوات سبحان الله تشارنت تندفنت فن شني تعدد الصلاة للذكر للاستغفار للوضوء يعني نشني متى نحرص في القنوات ان انقل الجانب تجعلوك لك الحياة اكبر ميزة نتيني ما نخوض القنوات الان ان شاء الله فرصة اخرى الميزة الاساسية اللي من بين القنوات عن الناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية دو كارت دي ميموار ديك القنوات الأستاذة ديك القنوات وثاني قناة, قناة. أتنصدك في عجالة القناة مزار تنكشف داد تاج نشني نكشيش القرج لما الغيغة ثانيا نكشف داد ناصية بعد نكشف الحلق بعد نكشف القلب بعد نكشف فم المعدة بعد الرحم ومن بعد نكشف داد الجدر الجدر سبحان الله دراكيزه الانسان النصيه يو اول شيء مثال الاكشيش ما تيتهلا الصلوات اني يعني صلاه الفجر انت القنوات نوات سبع الصلوات لانت خمسه لانت خمسه ماك الصلاه تتغدى القناه في القنوات والوضوء يشردين تكون الوضوء يشردين انت انت تهلا سنت القنوات اول قناه انت الناصيه ثاني قناه القلب سبحان القلب القلب لانه يتضخ كل الدم الجسم بندم <applause> قرك الاف ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب القلب والقلب كان سليم ليش ديش الغيره في الزملاء نجديش الاحقاد نجديش الحياه لا سبحان الله يتعاشيك اكثر نفسيه يعني نظيف سبحان الله اكشي يتعدد مستقر الا تز تزار باش الاستقرار الا كشي شويه كشي من ضمن الحياه يتدعم من خلل القلب دمت العقليه تنيدنا لنا تو ادرك في لا شغل علاه يدنا لنا ساعات كش الضغط دجعلك فكشي شي اولا الحفظ شو بالتواقيت انت تطلت الزاري الوقت لا يقنجش معناته لازم ديزوات يستغل وكانه الحياه لا محصوره الشهادين ما تويقي الشهادين ما واد انت المفروض هذه قيمي قول برنامج شعادي ما تاكش برياضه ديزوا ديك رياضه شعادي ما تاكش بعزام هذه شتا وقت معزام طرق الحفظ تختلف علاه؟ اي ما ميسر طرق الحفظ ممتعه فرق الكراس دي طاف كراس واكبر غلطه صح نورمالمون يتطفل الكراس علاه لان طريقه حفظ في البطاقات طريقه حفظ في الذاكره خاصه طريقه حفظ في الذاكره تو الطريقه هايله يا خدي عادك شيش يجمر هذا يتطفل يطفل المعلومه غادي آه يطفل المعلومه بالنسبه للخاله اللي امهات القلب انت تيموت تعدكش بيك الهاجس نفسي تخصبي اللي لازم ما تفرحي تلا تركز في فرح الشهاده بصح تتا مثلا انا ما تتابي اللي تتقاش لا يمشي يمش تبدا تضغط فلاش ضغط فلاش انت ضغطني ما كنقري يتبناه مي يتبنى الضغط ادي عاد انت في ذاته مضغوط ادي اش يحفظ ادي في يهلكاش يهلكاس انت تضغطو ولا نديش تتفيض الناصية خاصه ما تيقول غلطت إني سبحان الله ما كان قار خاطئة يسكرك شي من يقول غلطت إني تلاية من ده يتصار من البراج عدد النقاط السوداء أما عقله ده هذا عدد النقاط السوداء أدي عادي تحاول ما كي المعلومة ما تهبطلوش ألمي يستغفر استغفر من الضغط ألمي يستغفر سبحان الله يعني إن دعاء الامتحان المهم يذكر الله سبحان في التوقيت يخذ يذكر ديش ربيني يتوضى يني يزل أتسرح كل القنوات من النقاط السوداء تفرغ كاع المعلومه بسلاسه يعني الحياه بسيطه فقط ما شاء الله ادي في مانش لي كل شيء استرجعتي الا الوقت يعني الا الوقت اللي كنز الوقت يخد استغل... يستغل كشيش الحفظ بعد صلاه الفجر الله. يعني قبل صلاه الفجر علاه لا صحارو ثلاث البركه يعني ونجمرة ان انسي وليش ما يعني ولكن بركه تجعلك تخرج انت كشي ما تيخش ادي تص عادي بقا بغي تص مرتاح ويحفظ بقا اصلا وجعلنا الليله سباتا ادي ادي تص بقي بريح الباليش لانه ديجا قبل 12 نورمالمون ادي عادي تص علاه مشينا نتقلق الخاله راهي بالحياه لنا علاه لازم قبل 12 ديال التصيلي من هرمون يخدم في السعادة يخدم في الركيزة الإنسان يخدم يفرز مع 12 قد قد منتصف الليل سبحان الله عليه قرك وجعلنا الليلة سباتا مين السبات أنت الهرمون هو يخدم ما تشكين تيتكر متتصد... دي تقاك دخل على جسدك ما تتصد تعب نغرفش فشلاني فشلاني ما تشكين تتصد قبل 12 الهرمون يويك يعني يخدم يخدمش مع 12 أتتصد الساعة أتكرد وكأنك تتصل ساعتين ولا ثلاثه عادي جدا تكرد مع الوحده مع الزوجه تقدر الله على ربي ناك سبحان الله, نايك سبحان الله قيام الليل يبدا مسك الزوج ثاني يعني مي تكرد بس. مع الزوج تكرد ما شاء الله تقدر صلاحك تقد ساعات وتدق لي ودي دول من زعما النصيحه والسداء ماذا بينا قبل 12 عاد نتصنيع عاد عاد نتصنيع وسي خصو يحفظ الذكر الفجر قبل الفجر يعني بعد الفجر الوقت اخدش المخ عدد نظيف الوقت الافرازات يتيرد المخ قاعد يتيرد سبحان الله يس يطرح اصلا كل السلبيات يجدد الايجابيات مي ديك الرغفه تاع المخ نظيف هذه السنه تاع غادي المخ صح ما يحفظ دقيقه المخي لا شارجي ميكر كري خاشي يوش ادي في بالي ما عندوش وين يدخل خلاص يا طبلة تصلحي خلاص يا. كومبلي عند المشكل لنا إن بالنسبة للنصيحة خاشو شاي الأمهات أشيني اتقي الله <applause> في يعني بنتك لأنه ود البشر الحياة من بنادم ثلاث بنات كشب الخطوات يعني ما تنعاش الحياة طبيعي جدا في كل حاجة إلا أن نفس نتائج تبها ما تنركز في المجتمع نركز بلي نشتي لازم هذه عاد ميتي في حد ضدنا يعني لازم ديروا المعادله في حد ضدنا توتت في النوايا النيه الا كان الخلل سبحان الله هو لو ينجح مش قد ينجح ولكن بانتكاس ذا كان من بعد مية يوض الثانويه ويعزم لا اله الله لانه النيه يتلفنا الناس تلفتني يعني غير معقول كمل نيه الناس كمل ست نقل يميس قال لازم تتزرع ما, دا ما سميدن سمي باللي سمي مي ويود الشهاده يود الباكين يود البيم ود الحقش عادي ود الحقش معليش نصح نيت ما كيتني داك زعما نيت سميت يربح وانما باش هاديني نمد نيو ميت يربح وكانوا نينا تقد سميدنا تسيون ديس كيفاش ميت يربح قضية قريت حاليا ما عاد نتفتش يعني في الاطارات الاصليين علاه لا نتفتش في الاطارات الاصليين لانه النوايا الاطارات تختل بكري تكننا يأثروا في في المجتمع خش مش بشدي بناد المجتمع مم. ولكن حاليا من الزرد التباهي إلى إطعام يعني سبحان الله حتى السيرة في أي حاجة يعني في إطاراتنا في أمورنا في نجاحاتنا دائما ديش الخلل علاه لأن النوايا ديش الخلل النوايا اختلفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى يعني النية تشيد تتاخد من آه. كانت هجرته لله ورسوله لله ورسوله رسولي. من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما جرى اليه يعني انت لازم تركز في النية كان خالصه لله تركز باللي مش خادي ينجح باش يدي الحياه شنو قبل خاطر البناء الحياة خد يستمر معاش خد يستمر مع القمش خد يستمر أصلا ويلي فرد لازم تزر مش فرد. الفرد لازم تزر مش من الآن دو الأسرة جميل هذه ابن ما نسي ابن الأسرة ابن المجتمع لأنه مش يشتش ولكنه رجل مستقبل فعلا سواء متى دايزة رجل مستقبل متى دايزة تلد أم المستقبل الله فعلا أستاذة بكري كانت تربان تروا سن باش يقودون أمم آه. سبحان الله أمم وأنقل غير المجتمع وإنما أمم وبالتالي ربي يشاس نسني يتنسن استاذه نسيو وصل قضيه ليامات مقوره ديومينين ناس يومين دي ثلاث ايام الباك اني قمنا ست ايام وبالتالي هل تنفع زدغ المراجعه اليوم مقارو زدغ تراجع عن عاديه لا من المستحسن تنقصنا نقصنا <applause> من المستحسن نقصنا راجع خاصه نحفظ آه كثر آه من كحل الخرجات الترفيهيه الاسريه يعني بعد عندنا عائلة هاد العائله هاد شو نكشيشو هاد يتنفس من بعد انت مين لا يقيم الفترات ويعزم مين لا يقيم اني نفغ لا يقيم مع الزملاء اش أدي بعدك بعد الوقت مثال الملعب ني لا أدي قرص القصاصات نحفظ ساعه ساعه دي سوفغ كت القصاصات سيرتو القصاصات المهام تنين الالوان أدي حفظ سيد يعاود يشري لي جميل يعني كتذكير برك هذه عادي تذكر السيس ما كاين تذكر فقط ما هو باش, باش ربط السيس المعلومه لانه اللون يتش العلامه يعني المثير للاستجابه يتش الوقت يخدش اديش السؤال ادي فكر اللون يخدم ديش باش يجد البطاقه تلقائيا تطاول يعني تعزم كامله مليح ديك لا ميثود من الحفظ ان شاء الله الفرصه ان شاء الله هذا الشيء في الاستاذه انا تفشيت في الامتحانات أستاذة المركز ما شاء الله تلاميذ الى واسي كان يعزم لي كل الا ممكن ندير ضاق المركز دا جديد أه، ثلاثه آه، لي سوجي ديواني كان قبل الشهاده شهاده شهاده ما كي هذه هي تعامل اميوت في القسم يسترسد تورسد التوراق من الامتحان سديوس اول نقطه شنو شاك النقطه دينية اول نقطه ميكر الشمس ميكر الفجر اشني الامتحان أشن أدي الظل بعد الفجر ركعتي قضاء الحاجه الشامي اتعز الدينوا ربي سبحانه وشي السر بالنسبه للركعتين من قضاء الحاجه نتمنى أهمية الاهميه تجعلك ت... ان شاء الله <applause> يعني ركعت... ركعتين ركعتين وانا غير سنتي تزعلوك سبحان الله كتب اي حاجه مربوطه بربي سبحانه سبحانه بالنتيجه الانسان لا اله الا الله ربي سبحانه ي... يوعدنا انه يدعوني استجب لك مباشره اذا يعني أستجل. الخطوه تم زرتي خدتي اليوم سيا تستفتح انه ركعتين هذوك النهار سيك نتواصل بينه وبين ربي مباشره. نقيت في القنوات من اتصال باقي انت تكون تتصل تصربي انت لا كيسر الامور يعني دائما نلجا نربي مليح رور نربي سبحان الله ومن بعد تني ذاك الكراسه تيتايا خلاص الكراس يعني وتيدي يجبد اصلا مليح. ما ويتدور الى صحفه بلا سلحيه تا دي زوا غادي يحس المتعه الحياه الزوا غادي دق دك الانجاز وتا بالنسبه ليه ما كاين قرم ماشي الانسان خاد قد الكونكور أدي تخيل بلي زوا ديك قد الكونكور نخدم، خدام هادي يعني وهاد الكونكور نعزل <applause> خاطش علاه اي ميت متزويضه تقد اتعد يعني نفسيتك مستقره تعد مرتاح الانجاز كي تعد بها يبقى. على قراك ميت قد الحيط قد الحيط الحي الحي خصت هذاك صح باش الحيط تتخصد تبدا عندي اما الحيط ما توش تحد نفسيتك وتبهي صح <applause> وتشد دورك الاخدام اما مين لا حد نفس يخدم يخسي يبدع عليه نفس الشيء انت كطالب مواد يتس ادي حصي من شبي اللي انجاز الحياه ثلاث في الحياه لازم ادي المد باللي الخطوه يو ختي تاوي مرحلة ضبط لازم يروحها بمتعه جميل جدا بعد دوالو ادنا ما ولا نانا نانا الا الامتحانات خلاص الا يعني الاوراق اللي نسديو وش كل حاجه. اديش الدور شيماء وانت تزور من تتيم وتزور ركعتين قضاء الحاجه. اه مي ركعتين ومن بعد مي تقضى تطلب صرب اش اش التخاطر يميش. اه التخاطر زعما التقنيه اسمش التخاطر. التخاطر التواصل يا استاذة شلت تتواصل مع ميس مباشره. مباشره بالاتصال يعني مش نكشف التواصل بعضنا في الذبذبات. انت تقيم غارشن ولكن من اين خدتي التنواع ديال ساعات كتعاد تقيمت اديك اكد اكتش الوالده يعني اكتش لما واش كاينه تزويده بريده اش تصغد الحيه اش تيني داخل اكتيني سبحان الله هاد تيني التوحيد في الله بالله انت فعلا شكين تخاطرته تشون انت تلبالي شي اه سبحان الله صغير انت جد مليح كشرتي زدت الميساج هذا و... انا ما نطورتش واش نكد ما كنقرض عن طريق, آه طريق, طريق. طريق التخاطر نفس الشيء تيتكنن غترد غتك تخاطر مع النش اشتيني فلان نشدنا لازم تستقر حاليا الزر ديما كيعني تليد في حاله عاديه جدا الحمد لله تحضرت يديك اللي لاباس عليك الاسئله الاجوبه كل نغرك تشردي كحل الاستقرار اذكر الله تتكلد في رب العالمين ما شاء الله تكرد وتقدر صلاح حتى خاطر ما تلا تخمم ديش الا التاثيرات شنو الطوب البعض نقوم الا نتشنجن دون اتف دنناش اصلا تلي نكشف الارتباط خاصة مع الأم نكشف الارتباط لأن ونشنين الخالقة تبدا في الرحم تواصل بين الشخص لناش يقوى وجار البابا فعلا. علاه يعني أي شعور أي هون توضع بقوة نفس الشيء أنت يعني. تنننا يود القيمتي كان منفعله يطوضش الانفعال ماشي سبحان الله لازم انت تستقر تهدا كلها يعني الاشغال الشيء المهم انت تتقي الحيت ممتع اللحظه هي إيه. مثل انت تعش المتعه تستوضي مش ادي استقر سبحان الله استاذه وندي قيم الوقت ممكن يك دقيق تبرك القضيه ايديشا كان بكري تيش انا غادي ديشا من زون الامتحانات مش نشيكولا مش نزبيف فهمتيني باش متنمى الذاكره يعني باش بطل قضيه نيديشا العلاقة أنت سبحان الله يعني الزبيب ديني كش من الطاقة طاقة حيوية يعني كتصير بس أنت الإشكال وين ليش الإشكال إلا البرمجة أيوة أنت العقل الباطن يتبرمج أنت سبحان الله من يكون شيء من الحلوين يشكون العقلك الباطن يستقبل بالراحة يعني خلاص تلي الاستقرار تلي راحت شكينت هي نفسيتك أترتاح إلا زار الجماعة نسيزيان بكري هذه زوا ساعات يطرو ميشو شينيا يدي يعني في الاستقبال مري الاساتذه دون يستقر استقر سبحان الله حتى يعني تولد الايحاء يطوض مي يوض هذه عاد الاستقرار اكشيش اما بالنسبه ان الماكولات الاساسيه الوقت ماذا بهم هذا بعد نسدوهن السكر دفارينا الأبيضين السكر دفارينا الابيضين السكر دفارينا جدوهن لانه اني سبحان الله تقنن الخلل الجسد تقنن رفع نسبه السموم الجسم انت لازم ماذا الجسم كدي العقل كدي عاد الذهن عاد صافي الجسم كدي عاد صافي ركزن في الخضر ركزن في المكسرات خاصه من الجوز اوه نركز اللوز ولكن الجوز يكشف وجع الجوز وجع استاذه نحبس نقطه بارك الله فيك استاذه كنخدم السيول ما شاء الله السيول بنيتشرا قضيه كيفاش القمامة فرنسا الامتحان والتعميل يعني اتتم كلش اجينا ان شاء الله النتائج يعني تبرت تم قالو استاذه شتا الكاميرا لنغرم في كلمتين بتسمتي نيدي الاولياء ديال التلاميذ دي ان شاء الله باش تسقط المرحله ان شاء الله بخير ان شاء الله ان شاء الله الله. بالنسبه للاولياء شنو نغمى بكم يعني ميديو تفكش فلان استقبلي باحضان توجدش يعني الابتسامه كي نداش لي خصنا باللي تخدم لاغيغ تاع قتي وقدك واللي تخدمت وان شاء الله مهما كانت النتائج راني متقبلاتك جميل انا نختم سوالي بهم اعطيك الصحه استاذه بارك الله فيك نصايح صحيح يعني الا ممكن يغلب بيدنا الجهل انت القضية لغالب من هذا الانفعال ديني لنسن ان شاء الله نتمنى كاع وإنه ان شاء الله النجاح التوفيق ان شاء الله تنظر اطارات المستقبل ان شاء الله بارك الله فيك سعافر ان شاء الله تيتعطى ديس قبل لك نوبات اضافه لا نكمل انسيو الموضوع اي, سما. اي سما. قبل ما الروكن فيتن انزور بن حوف اغر من جانت مع الفنان احمد شكلي. مع قناة غنيس مس أسروف أدنى إن شاء الله يا زيري مالي الجزائري الفنان خزماتي صور من القرارات نتاع سمش تحية ضمتنا احمد شكالي ربطنا يحفظ ان شاء الله كاع الفنانين لا يتم يسماني ود الركن في تسن الركن الا حضر معنا الهلال الاحمر الجزائري أنسيول السي عفيرن تعفرن نتاع اما سن نصيف الصيف, الصيف الصيف تسخانات دوارق ما انسيول ما شاء الله نشاطات نصن كمل أنسيول السي نشاط اللي انت قلتها هو مرافقة الحجاج الميامين ما كيس ما مع ما كيخدمن مع يعني اللي حضر معنا مطنا مصات بالخير الى عضو اللجنه الولائيه الهلال الاحمر الجزائري ما بالخير اكنيني تمديتك تنباركت مرحبا سيدك معنا ما مرحبة بلاطون مرحبا تمديت تنبارك فلنا فلكم ان شاء الله تم تمديت تنبارك جميع المشاهدين ان شاء الله ربك يحفظ ما بالخير ما بالخير سجن الرجال الا ما شاء الله الا نتعفر نجهد في الميدان التيرات اللي تسمى الهلال الاحمر مثلا من الهلال الاحمر راني نكشف يخدم من سن الميدان ان شاء الله عمل تطوعي ان شاء الله عمل تطوعي اكيد ربتني ان شاء الله في ميزان حسناتكم ما بالخير نلا في مرحله الصيف اللي تسنت من الصيف اني نورقن اللي تسنت ما شاء الله قبل ما نات في الصيف تسخنت ممكن نتوجد لك حل الهلال الاحمر كلجنه ولائيه دا بتا دي خدام تنشط ما شاء الله خاصه في هذا الموسم أه ما كيتسند الاحمر آه منظمه عالميه وطنيه نخدم العمل التطوعي في سبيل الله من الانشطه آه نكشب الانشطه تاجر الصيف على مستوى العام كومبلي يعني آه اكو شال بعض الانشطه نتق ما كاين نقار في نتق طهرت انت مائده رمضان تعرف تلقى ثلاث قرط فاسك تزعل ان شاء الله 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 ربي يوفقك تعرف نقوم تلقى فاسك مائده رمضان نكشب حساء دافئ نتفوغ تجرش شطا صنبودين تقيض نلم بدون ماء واد الحياه انت ويا سني شان انت شاش نتقيض الحياه تحماد الحياه نكشب بأ بالنشاطات ما بينهم كذلك أمن ما شاء الله للحجاج رباني هذه السود كل مسلمين رباني السود إن شاء الله, شاء الله الحياة نتعاون مرافقة نتعاون حجاج آه ما تسخان سخان نصيف ورقنا سخان تقول الحياة إلا. نتفوق تقاس نتقاتي فيها سينما نتزوم عيس نبيدن تفتن داغلان لا واش يدا خدام لا واش عابر سبيل إلا المدن ميدن لا واش يكشي بمأوى يكشي بمأوى لأن من فئات نتيشاشنا ما للحياة نتعاون أما ديسمضن نتعاون كي قدر ربي ان شاء الله جميل ما شاء الله يعطيكم الصحه العمو آه سهله يقلنا زو ديش الوقت زود يخدم الخير ديما ما كان قارب اللي يخدم الخير يعر يخدم الخير يخدم الخير, يخدم الخير يعر, يخدم الخير يعر. أه، خاصه المرحله التنسه في نشامين ورقني اللواسي اللي, اللي عاش ورقني اللي سنين اللي عاش صحرت بصح اللي عاش ممكن نكح الشمالي صغار زير يعني ديك الطبيعه قاسيه جدا من التفيت التفيت ساعه ثلاثه فانا ديك حميديتي مشات ثلاثه سنه تسيد البحيره يعني ثمانيه يعني يا ميت صح باللي في ظروف قاسيه جدا والله كي صح الظروف قاسيه كذا مسحمية من تقد الخير وتحصيت كاع السخانة تولي مع الدعوان الخير يكت المتعه اني الخير مي تخدم الخير تحصت في الصح المتعه سبحان الله ضربي سبحان الله ضربي تسخرك تخدم لميدن تخدم كذا الحمد لله فعلا يعني تحية كل المسعف اللي معنا الهلال الاحمر حمايلوش شي ضحى سلوقس لا شي اديز تروازين اديز خدام يسنقس سلوقس لنا دي مع تروازين لحياة تبغي يخدم الخير حاجه من عند ربي أه الحيط فوت يعطيك الصحه ابها ان شاء الله يعني ميل القاري والنوم ماذا بينا ان شاء الله كاع سواء النشطاء الجمعي والمجتمع المدني النشطاء الخيرين إيه. ابها تكمل تهمن في فعل الخيرات كمل ولاد المحسنين ماذا بينا ميل النزار ميد يعني ساعات تسقط في النكحه اللي الجيوب ما كانش ان شاء الله غير اني صور الهلال الاحمر لا اللجنه الولائيه نورقا مفتوحه للجميع واش شخص هذه الطوع الطوا سلوقت كل واحد ومقدوراته كان واش شخص اكيد طوع ساكن لنجيبس واش اكيد طوا الامكانيات قال يعاون لي فونطا فريشنا نماني للحيت واش اكيد طوا قدي ودمن واش شخص وكان بحكي قوي شوي كشبين حتى دشيت ألي خدمة ميزون دائما لا ميت دعوه دعوت الخير نعك تستيد كل شيء صح صح يعني كلشي. ما كنا ما بالخير الأبواب مفتوحة أبواب مفتوحة للجميع سواء الماديات سواء دريما الماديات سواء ال ل... ما قال كل الأبواب مفتوحة للجميع ذاك وكان بعض غير سنين التي شنط اه. مثلا دولت يعني وخذ الحق بكل وخذ انزو ما بالخير نشاطات اللي تقم سيس ليامات ما شاء الله نسند الوقت الحجاج الحجاج ما شاء الله ديك نشاط نزار يعني من خلال صفحاتكم اللي تقول مديسن على المستوى الوطني ثاني ما شاء الله ديك عمل خيري جبار اللي تقول مديس هذا بينا تحكي ميك قبل قبل ما تزوم الحجاج قبل ما يبدا موسم الحج اصلا إيه. وشان ديك التحضيرات اللي تقمت كلجنه ولائيه باش تقدم تنظم لجنه كلجنه ولائيه نكشب لجان محليه على مستوى الولايه كل ما <applause> تنتج نتنسق اصنع لجان المحليه انه شنو اعضاء نكشب الوقت وقت اللي متفرغين نخدم معنا نخدم لي بادج بالتنسيق مع المصالح الامنيه المطار عين بيضاء ورقله يخدم لي بادج رينيون عادي انقسم المهام شنكشب المهام احجاج زكاد ديالي عن خاديه كاع نكتب نكتب عده نقاط تقريبا ليش اللي الهلال الاحمر الجزائري نشنا ما كاين قا نكتب المساعده الحجاج نكتب التوجيه نكتب الاستقبال اول حاجه راح ل... نحكي الشيء الحجاج لأنو تفنت اول حاجه الاستقبال دف... مليح الاستقبال الحجاج نكتب سنت النقاط نستقبل شنت الحجاج نكتب البارك المطار ما حاكين بحال كاين تاش نتسوارقني تاش نستواكس نتا تفنا نبارك نبارك الاتى في الدين ادنا في المسعفين الناندين لي الشاريو الحياه لانه ممنوع الاهالي إن... الحجاج الحجاج هذا تفن لانه الغاشي ما شاء الله حبها. بعد يوقع الضغط دجاج المطار لحيات ادي شو نهي الشاريوس قال حجاجي غاشي تسمح ضمان بالخير راه الغاشي وتفهم باللي غاشي تنجم وانما إيه؟ نقطة تنظيمية نقطة تنظيمية على بالك كان على بالك تيار يتسمر ثلاثة تسمر 260 ثلاثة تسمر 320 حاج على بالك ما كان حجاجي اجي السيت فدي يقل معاك زر الغاشي بلا خدام المطار بلا الهلال لا عدة كل المصالح اللي عندي غاشي صح لان غنى لبعض نتصور اما بالخير سنشاط نكون تخزيت حكيت ساعين يا نزور زرت تصور نتعلقت في اللاسن بعدها حكى بالطراي كيما تحب نزر تصاور يلا حمود يلا نزر تصاور بالتالا نتواجدات اني علق في اللاس ما بالخير كمل لانيوش سن يعني بصوره تضح هذه هذه تضح المثال ما كان شما بالخير انت عقلك حتى تصوروا تصوروا زيت نفتي تاع ميزار استقبال السيد الوالد السلطات المحليه اما داش المساعد الحجاج اما الشيخ تساعد كي شغل المطار لان عده هيئات الا الشؤون الدينيه الا الصحه الا إيه. لي بونك مليح نكشب ما كاين الافواج لبعض الافواج شامود للاستقبال شتا حجاجي في تسل بارك تاين هيلا سي تفنز الباكاج شي حجاج يقول ويتقول الحيط ويتشم ويتقال الحيط ويتقول الحيط هادي يقول مرتاح ما شاء الله تاني دين دوش نص ثاني كيف كيف احجاجي اصلا ضم كذا انت ما بين يكشب ديال الاجراءات الاداريه زوتني هذا ما كان باسبور اما إجراء... اما اصمرنا الباكاج تقل دحيات والو لان انا فن ان سكانير ومن بعد سكانير اميزون تياري زعما ديال دي في. جينيال حيت تسمعوا لي حيت تسمعوا لي انا هذه هذا مرتاح الحمد لله يا ربي يعني ما شاء الله نكشف ثاني اللي جان آه نكتب المسعفين تعاون جانب الارشاد ما كاين قال لا شهدا سكانير ما كاين شهدا سكانير دا سكانير, سكانير تسمى هذه خاطر سكانير حتى الحجه يعني مسك طاكسي يعني الكارت اللي تشم رمز الباكاج اهل الحين كان تصويت معزز ومكرم معزز من بعد راك نتشبه آه. اللي التوجيه <توجي> التوجيه التوجيه ما تدقن لان البعض الحجاجيين ديال شي لاك بدا يجعلوا كذا ويشينوا هذا الحيط كتشبه ديال الباسبور إيه. الحج ديال الفيزا ويسير سمعني هذا خطا ماني ياكو في بالي سبيل هذه السيت فيني هذه في ديريكت ديال لي تياري لا نشان كتشبه جماعه سبيسيال ندقن توجيه شتا يا متو شتا يا سفها ما سن قال مثلا لا تدقن الاجراءات اول اجراءات زون الصحه ادفيريفن الكارني الصحه الكاشا يقول لي فاكساس كلش مريقل جميل. بما اسكاشا الصحه بلي مريقل ان شاء الله تقبل الحجاج ان شاء الله والثاني حاجه ازون مدير شو اندينيه اش واش نبادج اه مليح لان البادج لازم البادج لازم البادج البادجن شو اندينيا باللي الحج الى ريكلو الى ريكلو مريكل شو البادجو شو مع الشاكوش ديش ديش تورق الارشادات للحياة آه. <applause> من هذيك ديش القيدانس من هذه راجعه دي شغل من المناشئ ديش, ديش حاجه دينيه حوايج صحيه جميع الجوان جميل ومن بعد ما يقدس الشؤون الدينيه دي زون نابونك اسنر المبلغ يعني التوي معاز الحياه ديما الهلال دي اللي يقول ما يقول معاز ما كاونكش بسني ثلاثه دقن ارشاد لان بعض حاكمين يدوشوك ديجا عليك قال لي قلنا ديجا عليك ويكشب قال لي لا معايا المرافقين كذا مرافقين, مرافقين شبغوا الميدن ما إيه تنقى نقرا واش انا غادي نقول شنو نقوم سيس هادي التفدوج زكتا من زاد زوا المسعف مع ناس الهلال هادي سي كاش تنصيحه اتي بي معاس اتي وي دينا ديال الباتش يا الحياه من نسنتشن الحياه وبعد الزومبون كا سي بي دريم ساسيني شي دريم كل حاجه خحبات قا حبات التشكين ثاني اتني حباجه جنابوشاتين ماني خاتني حبات الحياه اتي سيت في المطار هذه خطا سكانير اسيت في القش ومع هذا ميت في الدجاج كتب ثاني جمعت نخدم الدجاج ماني الدفع الامتعه الا باش هذا لي انتياري هذا لي انتياري الا المشكل ان ندفع الامتعه الباجاج على بالك الميزان المشكل اللي جعلوك الميزان يعني ديما يتوقع على بالك يتوقع الميزان من السلطات الحياة لان انا كنشكي بالميزان 23 كيلومتر بعد <applause> الميزان نعود ندعو تلامزيرا الميزان الجمله دي خطأ. انه 300 حاج كل واحد يكون يزيد 2 كيلو 3 كيلو حسب من القنطار فيه ايه ما إيه؟ الميزان لو شي تاوي دوغ دين تعاونتني قال سنقص لا الحجاج هنا لا ان شاء الله ما الميزان هو أيوة. والله تقول سي سنقص سنقص لازم الميزان اه من الناحيه الامنيه اللي يعني نتصمم ويجمع لي سمو جا كيلو من الناحيه الامنيه الطياره ناك كيلو 3 كيلو حسب الناس آه آه نقات ناس الميزاني لا واش يون ميغو ات ادي تفع الباجاج اسويش البينان ديال التيارات مع الفيزا سمي يتفنجج الحمد لله يا ربي خلاص الامور يعني احجاجي زقد ديال هو يهود البارك أدي 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 أس أس خدم مكرم ان ميولي ويتقول حيت ادي يقول ادي تبعدي جمعتنا لهنا ما شاء الله نستخدم القيده انا صمم الباجاج لحيت زوم معزز مكرم ربي يقبل ان شاء الله امين ان شاء الله ما بالخير ثاني اسكاسون تنقص الجمعيات باش توقع هاد غاشي غير الهيئات الا تقريبا الرسمي انني انني الهلال الاحمر انني كشف كشف يعني باينين وبالتالي ممكن ديك نقطه نظاميه هي هي نقطه نظاميه لانه على حسب المعلومه نسلا لحياته لحيته في شغل نظاميه انه كثره ال لي دوموند الجمعيات هذه عاد ما كيكني غلاشي المطر هذه عاد غلاشي جوج المطارو كيفاش نشي ونتوافق قداش نشي نتوافق عبأك مر ما الجمعيه تاوي النحيه قال النحيه كاين كتب بيد النادي الحياه ما لقيناش انه الشخص الجمعيه تدخل من خارج المطار يا دوز مانين يا تقبل من حجاج لا الجمعيه تخدم خارج المطار الحياه اما داخل المطار قلنا الهيئه الهيئتان يعني الهلال الاحمر الجزائري هي هيئه دوليه والكشافه الإسلامية, الاسلاميه الجزائريه جميل اخدامكم ويخدي ضامه بالخير اكيد ما يدوسين الحجاج ثاني آه تبدي معاسنا ما لنا الحجاج لازم, لازم. أيوة. نا والله انا نستقبلوهم مستقبلين بكل السرور يعني ميدود نستياري تفنا لغد نستقبلين الا واش يتاج مسكين يعيا ولا شي يتاج انت نكشب ثاني لي كرسي لي شاريو تنسود قال مي استياري تاتي دناوي القران يزال القران يجعك عياني الا واش هذاك شي يتاج عيان تعاونين الباكاج ميديشو يدي خطا سكانير اتنسود اتنستفق انا نعيد فلان بن فلان اكين شي ازنا الباكاج سنك ساري وسوق ميكرو شال كاباتي ديك اكيد الحيت <applause> <ويتقولي> <applause> وتعفار وتا حنا ندلاح لا والو ريح الباكاج يتفوت الشاريو <applause> اكس ديغن <جن> انا ان طاكسي سين الكارس انا ان طاكسي سين قال مي شار شاريو دي فورما ساني قلنا سمو سعيفين الحيت اتي سو فورماس ان طاكسي ني اكن طاكسي بحال ما رونش على علمك المطار <سؤال> نوردن يستقبل داخل الولايه وخارج الولايه فعلا فعلا يعني داخل الولايه تقريبا باش نستوك ست في البارك لا كاين انت شند الواد مثلا تيغور تاع الجامعه انت شند سلكيرا لا قال الجمعيات اللي من الكارديش 20 30 واحد اديت في الكار اسنا من في جميل ثاني قلت لك لحيت جمعت مؤخرا استحسن خطه وحده قمت الباجاج قال لي جروب ما قال <سؤال> ماك 10 الجروب ادغن الباكاج نسنا كولو ريغن اه مليح اللون اللون يغن مليح عباك ما كي يخدم منظم جدا قال لك شبع 10 ميدن كشبع 15 مكابا ما تدي ادي قال له نيغن بعد سكني ميروس واحد 15 مليح يا اخي ومن بعد كميتو في الالوان كاع تنستف مع بعضهم ومن بعد ما كي كيخدق ليا بحال كيما ولا 13 كابا خاص السنه الكابا تنقسم الا ازغ تبع واحد اثنين ثلاثه اكي قالت نقصي الكابا ديش رقم اربعه يعني رقم آه، سته يعني رقم ثمانيه مليح, مليح. ومن ثاني قال السكانير عيد ناسي يقن السيد قال ياش نفتش الكابا كابا سبعه تاو ثاني الاولين سديوس سبعه المام وصعيد نيبابس آه. لان يخدم الجمعيه يعني يخدم منظم ما شاء الله ان شاء الله يتعاون انا المطار وحدي كاع ميدنا شود في الالوان كذا زعما مزري ذا يقلنوا قال يا زنين يا زيزه داينين مو مو ديريكت اكو تيبان بحال كاين يتجمعت مع بعضهم يفها يفها ومن بعد نسيت ديريكت قال كان يكشبي مار وكاين يكشبا 15 كابات الزو شكميتو في 15 باين بلي كتو تنقص سي لي زيرك الكارت مليح كان دا حجاج يا ميزو انا مزاق قالنا انت قورتي نينا نون على دبينا الحياه نس الباكاج تاعي هذه ممكن يغني ميروسيا تاع تعاوني جهتنا نمان دي طوفرسنا اما انا احسب لي يمكن ساعات انت ما ساعات انت فيك حنا محسن تاوينا راه الجيني حيت ديما ندعو المحسنين ديما ندعو المحسنين شوف تاويا سنامان تيني اغي يجي ساعات على بالك ساعات تشن المسافات طويله قام يدوش شو سلواد اليزي الحياه تشن دعيان صح والله ما يسوش يديك حنتيني داغيت. غي ترتاح عليك حياتك يسترجع عليك ما شاء الله إيه ما شاء الله يعطيكم الصحة ما بالخير بارك الله فيك الجهود الجبارة بارك الله يعطيك الصحة يعني ديك الجهود اللي أن الحمد لله ولاد حد إن شاء الله تنتف إن شاء الله الجنة إن شاء الله أكيد كل حاج أكيد عو غيرك كاين بارك فيك. الله فيك كاين تربح هذا إيه. برك ياك عباك كل الح... الحاج عباك دي فوا الحجاج وتصدقني ما عباك يدخل لينا خمم كاين شتا تروى ولا نبارك بارك عباك يخلق قاص مرة ثلاثة من كاباط يشاز لحياة جنين بصح ما يدفن تفدي دعو بلا ودي سبحان الله تفدي دعو الى واش والله غير يطرو سبحان الله الا يعبك يتوقع يتوقع يرجع كاع تاع باقي تخم أه. بعدا في ما سمرتاح لقينا نسمري قلين قال لي الباجاج كاع الحياه والله الا نحوج نوض الموقف طرون على بالك دعونا دعونا كسولك عاري. يعني ما كي ما كيش ندعو تاع ستي تعبن كاع ستي تعبن دي فوا نخدم تياريات جوج نتقاز تفيد تحمى تزيد تفيدني فعلا فعلا والله تفيد تحمى والله تبدا وين بصح والله بك يشد عوتني يا ادي غير كي نعطيك الصحه والدي وعقوبه الوالدي كي يعني تربح, تربح 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 والله تستي تكون خلاص هذيك دي فوا تاني والله نكشف تياريات ربعه ثلاثه نغبس الحياه تفنا المسعف في ناد الزن اهالي ناد الزن قومس الحياه اديك صح والله الشيء ما عنده صحيت ربي سبحانه ان شاء الله يعطيك الصحه ما بالخير اول ما قالوا ان شاء الله الى توجه يمدنا الى نتفرج نقدنا ان شاء الله ممكن نارك كت ك يعني كهلال أحمر الجزائري بت بت التبرات ان شاء الله والله يا حسد وجاء ان الهلال الاحمر الجزائري للجميع الهلال الاحمر الجزائري او نيغني ني هيئه ماشي وطنيه دوليه على مستوى العالم كاع لا تساعد من الحروب ذات في فلسطين كذا نكشبوا المبادئ المبادئ ان الهلال الاحمر خدم سيدنا ما يعني وقرا زواد خطبه الهلال آه ويقبلني الحيت الهلال الاحمر جمع مرحبا بشو شخصيه تيويرا ورينت واش نضمن غنى كمتطوع واش خصها عون يعاون واش يقول الاجرس البعيدين القريب نكتبوا من النشاطات يعني واش البيرو الى مفتوح يجد عط ابراهيم يقابل السونتر عط ابراهيم آه القصر مليح. مرحبا للجميع جميل. يعني الابواب مفتوحه واش يخص هذه الطوع مرحبا به. احمد لك واش يخص هذه يعني هذه يعني الطوع يعني ديك الخير سل يعني سل ظاهرا وباطنا احمد لك تيورة لنورين لانورين ربي يقبل فلان تفلاكم كاع ان شاء الله وسيكو بدر حتى في السلام انا تي تجبر أتيت ان شاء الله اضعاف الجن تبارك الله فيك ما بالخير ولجميع الزملاء اللي أنا معك ان شاء الله أكملني اجركم عند الله بادي يقبل في لكم اكمن شكلي ثاني ان شاء الله ان شاء الله نعاد ان شاء الله ميتزوم الحج إن, إن, ان شاء الله ايت ما يسمع اللي ود اللي الركن في تسن قبل زوال الركن في ثلاثه مع اليوم الوطني للكشافة الاسلاميه الجزائريه انزوال اللي مع تربعت بلابي الواحه بلابي الحياه صغر من القراره ادنا عوديدوا ان شاء الله يلا هنالي أنا لي و جنة هني جو رقة تقات غلويني نتمنى يالله ريتما اسماء نيود للركن امقارور ركن امقارور الى خان سيول اليوم الوطني للكشافه الاسلاميه الجزائريه اني شكوني لحضر معايا باش يسولن ستنو اني الى مطنا القائد الكشفي عبد العزيز بوديه الى ممثل المحافظه الولائيه للكشافه الاسلاميه الجزائريه مس منور منورقرن قائد عبد العزيز اكنيني اولا تحيه كشفيه لكنني أه أه يعني تمديت كتم باركت مرحبا سيدك معنا ما سنبلاط مرحبا أه تمديت كتم باركت كلنا ننظر قدنا الجزائر سوارجن نرحب أه سيد نسن إن شاء الله هذا أه تقيم معنا تسات أه الوقت, يبقى الوقت إن, شاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربك يحفظ القائد عبد العزيز تلا معنا المرشده عائشه بناي بن تلا مرشده في الكشافه الاسلاميه الجزائريه عائشة منيني تحية كشفية منيني مرحبا سقدم معنا من بلاطون مرحبا مرحبا السلام عليكم معكم بنا عائشة شكرا انكم مع في تلفزيون الجزائري ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله ومرحبا بكم معنا القائد الدولي الكشفي مصطفى حمدي هناي كنيني اولا تحيه كشفيه راكي تقابل مع ايضا نين لكن لي مرحبا سيدك مس بلاطون مرحبا مرحبا السجون ان شاء الله ان شاء الله نسقع قلنا الوقت هذا واحد ان شاء الله يتنوب مرحبا مرحبا كاع استوات الجزائر كاع ماني اللي تمور الجزائر ان شاء الله ربي يحفظ ان شاء الله, الله. آه ما كيو وانت تي اكمنيني تفاس كانكم كل عام انتم بخير يشكني من جميع الكشافه لا. الا نصف ما سنت مرت نتزاير زغ مرت نتزاير كاع الوسائل اللي يخدم الخير راكم منين يتفاسكا تبارك عيدكم مبارك كل عام شكراً في عطاء ان شاء الله آمين. ونمو والزهر ان شاء الله احسن لحيتي لا خلينا نبدا سيس ان شاء الله تو الركنو أه يعني على بالي الوقت يكفي مصحتك لازم انا بدا النشيد الكشفي مع أتمتنا المرشده أه عائشه نكمل نشارك كاع جماعي يعني. نغنى النشيد نغنى النشيد الكشفي فضلي يا عائشه باش نبداو به نفتتحوا به ان شاء الله كشف هيا طلق المحيا ادينا الهدى رساله الفدا كشف هيا طلق المحيا ادينا الهدى رساله الفدا بيد سافر كير من بيد سافر كير من كشاف هيا هيا يا كشاف بشر بنا العالمين واتبنا بنا كل حين بشر بنا العالمين واتبنا بنا كل حين نحن الملاك الحزين نحن التسام الحزين من كل جنس من كل دين من كل جنس من كل دين كشف هيا طلق المحية أدين الهدى رسالة الفداء كشف هيا طلق المحية أدين الهدى رسالة الفداء بيد صافرة من برره بِيَدٍ صفرا مِنْ بَرَرَكَ كشف هَيَّا هَيَّا يَا كشف تنمّر تنمّر تعطيكم صحة من كل جنس من كل دين أكيد كشاف ولي تفرق قن دين ولي تفرق الجنس جن الحمد لله يخدم الخير إنساني يخدم إلا الإنسان يخدم إلا تطوعي بارك الله فيكم أنا بدأ إن شاء الله تبنا مع القائد مصطفى قائد مصطفى منا يسلمك منا اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية بتنقصت اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ماشي باللي اليوم الوطني للكشافه الاسلاميه الجزائريه انت ديك التنوبه الكشافه آه شاء يعني شغل ديك العرس وطني تغي تحتفل سيس الكشافين واحد نسن <applause> ومن بعد من آه بعد يعني نظرا لاسداء السيد رئيس الجمهوريه يشاسن قلنا يعني قلنا وسام الى نشرف يعني نسيسنا عاد مثلا تزايرنا كاع تحتفل اليوم يشاسن آه يعني يوم آه ماشي سنقار الوطني عاد تحتفل سيس كامله مرسم مرسم رسميا عاد ثمان اليوم الوطني للكشافه الاسلاميه الجزائريه عند وسو الا بورخصنا جور نسو عزام سلي باس كشفي تباهن سلي باس كشفي تباهن الانشطه نسوك واس كامل بين ليك المهارات بين ليك التقنيه الكشافه بين راس ليك النشاط كاع يبرزونه برزنتي دي وسو الكشافه دي يغول من تنوباوين الا يعني على المستوى الوطني كامل اما نشاط رسمي آه نشاط رسمي وطني تحتفل سيس آه القياده العامه على المستوى الوطني يحضر مديس كاع يسلوين الجمهوريه ساعات يحضر معنا ولاد الرئيس لنا آه مي لا يفو آه يعني يفو الوقت الى هاين غيتسد مي لا شي لا نتسد مديس الوين نحضر كاع نتنوبايو كذلك محضرة نوباوي ورقب الأنشطة الكشفة تجسد في الطبيعة ماشي إلى سقوسو جنت القاعة البيضاوية بخمسة جويلية ملعب خمسة جويلية يعني نشاط دزعلوك علوك حضر نصيص الكشافين من جميع أنحاء الوطن سقوسو حوالي سبع كشاف ألف كشف دي القاعة البيضاوية من خمسة جويلية يعني نشاط مميز جدا مم. إلا حضرنا كاع قاع كذلك يتشطل في الأنشطة الكشفة الانشطه الكشافه اللي تمارسين في في القاعات في الهواء الطلق المخيمات نسنا كذا تشناس يمدن الا ولو تيفن كشافه تشناس نيك الصورت مكشافه تو الساعات باش تبين نيك الا طروانسن الا ميرك النشاط الكشافه نودي ما دابيهم كاع دفن الكشافه كذلك تشد الدعوات ما غيبورخسو كاع الا نركب الانشطه الكشفة الا نسو تقريبا لانه شي ناس بعد اعلامي دوحدي دزعيم إذا أردنا أن يعني بمشاركة الأنشطة التي الانشطه ودات في بمشاركة الكشاف جميل جداً أعطيك الصحة الشيخ من الصفا يعني تشابك اللمحة تبدأ تقريب اليوم وطني يوكي تحتفل المسيس آه الشيخ القائد عبد العزيز آه أمينة كشافة أني لمدرسة أمينة بدرسة إلى ماذا ترمز؟ يعني بدرسة بدت الكشف. الكشف لما نديس الكشاف الكشاف بتايل لما بتايل بتايل تعلم أماس كشافة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الكشافه الكشافه انت تسيد ديك المدرسات تسربى جميل تسربى تسواعى ما آه... كيقر القوم تزيوين، القاده ما كيبقى كامل آه... حب الوطن جميل حب الوالدين لا. حب الله سبحانه وتعالى سبحان الله ما كيقر هذا <applause> تكنتي مانسن جميل اعتماد على النفس اعتماد على النفس آه الكشافات تصبر ما كيقارت تفجر طاقت من نكشي شانيني نغسل المواهب نغسل الحياة مو خصم حكا نيني بلاك ويتيتي في كيقار لي يعني المدرسة الكشافات تشاش الفرصة بس كذا هذا برزل الطاقة الهوية الحياة ما كيقار الدور الدور الكشافات ديك المدرسه التربيه اللي كان غير في وقت الثوره الثوره كيقار 18 ملي فجر الثوره قاعد القاده كشفيين ان شاء الله شنين ما كيقار محظوظين على اساس ان تلم تلم تمرم الرساله الرساله ان شاء الله هذيك رساله ك كما كيقر ارث ديك ديك الامانه لا مثلا عناقنا نصيود الجيل الحمد, الحمد لله الحمد لله ان شاء الله الحمد لله من نزرو وقت ما كان قارت تسلم من جيل الى جيل الى جيل. جيل الحمد, جيل. الحمد, <applause> تمدرت الحمد لله طمدرت صديق ثلاث قيم سليمه يعطيك صحة الطبعي هو آه. ماني طبعي, طبعي لا ان شاء الله آه، 83 83 آه، 80. 80. طبعا 83 80. ما شاء الله منا 83 عام لذكرى المرحوم مؤسس أسس... الكشافة محمد بوراس ربات يرحمه إن شاء الله يرحم جميع الشهداء ربي يحفظ إن شاء الله وسيلة اللي يدر إن شاء الله قاع أعطيكم الصحة يعني ما شاء الله منا مدرسة أنزول عائشة بني المرشدة عائشة بني الساعة عائشة كي مرشدة كي اللي راوي يسمع ولا راوي يشوف فينا راوي يتفرج فينا يقولوا مرشدة واش نقزوا بالمرشدة؟ مرشده يعني انها تقدمت بمراحل. جميل. يعني قبل المراحل المراحل اللي تتخطيت في اللسن ياك؟ حكينا المراحل اللي تخطيت في اللسن باش تعدد مرشده. اول مرحله هي انك تكوني برعمه صغيره ومن بعدها كتاني حاجه تولي كشافه شبه زهره. زهره. من بعد كتولي مرشده من بعد كتولي متقدمه ما شاء الله راه كيدور كمرشده اي يعني مرشده من بعد كتولي متقدمه من بعد كجواله من بعد كتولي قاعده كما الله يبارك ان شاء الله عندك طموح تبدا تولي قائده ان شاء الله ان شاء الله بربي ان شاء الله, الله روح هنا انا عائشه سقوت تفتك الشفاء من شي كان العمر ما تفتك الشفاء كي كنت زهره اكيد دخلتي زهره كي دخلت زهره اي ما دخلتي زهره, دخلتي زهرة اه ما دخلتيش عمان دخلتي زهره ديريكت زهرة هذا تريكاج <applause> هذا الله يبارك روح يحكي لنا واش بدل الحياتي اللي تلمدد لن تبدل نقدم كاضافه سقوت في الشفاء اني مارو يعني راني نمشي بالتطورات تاعي يعني راني مع القاده والكشافات التلاميذ اللي راني عايشه معاهم مليح حكينا شويه على الفوش تاعك الفوج تاعنا الله يبارك انا نديرو في تطورات يسمس الفوج ماما مولا طفن مو مولا طفناكم قائد وئام حواء ايوا ونحيوها ايوا كبيره وفوج تاعنا اسمه فوج الامل حي الناصر ورقلاء الله يبارك راكم في, في في الخفج يا مالها في الخفج ما شاء الله إيه. يعني انا حنا نديرو تطورات ونديرو نشاطات خرجات اغاني يعني رانا في قمه الله يبارك الخرجات راكم ديروا رحلات ديروا رحلات كشفيه رحلات كشفيه نغنوا نديروا نشاطات نهار المخيم المخيمات ان شاء الله تيجي مليح و... مليح من بعد نزيدوا ثاني ان انا بتات لي تلمدد بتات شريت لي تلمدد خاصه ل... آه من تفيك آه حل القضية نيد العقد ويد الخيوط ود ماكي ان شاء ماكي ما صن الطبيعه الشيخ القائد مصطفى امنا الكشفاء آه حكيناك كحس القضيه لو تسلك قضيه الانخراط لك هل مو مو سينا نادي لما وي دوسي نادي غير لان بعض الشروط اللي لازم توفر في ذلك الشخص باش خارط كمل تحكي لنا الرتب اللي في في الكشفة قبل هو ملي ايوا احمد المرشده عائشه عرس حقتنا شو تفر في مرحله الاشبال ايوا هامي لانه يعني درجه البرعومه البرعمه ترسم فقط تزدغت آه في المؤتمر مليح. الكشفي الاخير من جاي في العاصمه مؤتمر وطني كمل درجة الدرجه غنى درجه انكشفت بدات مرحله الاشبال وزهرت آه والزهرات مليح, مليح. وبالتالي توت في مرحله التمزار توت في مرحله التمزار الاشبال جميل. الاشبال هي مثلا الزهرات مليح ما شاء الله بعد بعد في المؤتمر يقعد نقاشات ماشي تسند ديما المؤتمر الوطني دائما لإضافة أو يعني تعديل أنشطة ويعني الاتفاق عليها يعني في المؤتمر بواسطة يعني يعني مجموعات درسنا القضايا يغلب قضايا ندرسن ومن بعد في الاخير في نهايه المؤتمر دفن بقرارات منها قرار هذا الزهرة برعم برعومه بالنسبه للانخراط في الكشافه استاذ احمد نشلي نغنى الكشافة مفتوحة للجميع دائما كان سن باللي تغيرنا سن ست سنوات هو يعني عند يعني الوقت اللي تات في بورخ نوي بزان الأشبال إمارو سي خمس سنين سي خمس سنين درجة من درجة البراعم درجة يتنرني اه طبعا أي واحد ديت دي في كشافة طبعا ولا ولا في في منتصف العمر يعني قنشاب شاب قن هذه في مرحله السيد آه لاديسيا فقط يعني يخضع الى مثلا تدريب وتكوين وكذا باش يندمج مع المجموعه جميل جميل اما بالنسبه للانخراط العادي فهو دائما في سن ست سنوات بورصنا كاملين يعني للشارنا قلنا الشارنا قلنا الشروط يعني الشروط هي صحيه تقريبا برك يعني عاد فتاه يعني الناضج يعني أه سليم كذا يعني يعني سلمت من اجل بورصه ضدنا نعم, بشو يعني يتفقى نعم يتفقى باش نتوعد نغير شاطرك عندما كمل باش نشاط خدي قمسي يتطلب الى جهد قد قد وكذلك نشني نستهدف وجار يعني بورخس الا مش سنقار بس مثلا لوجو منضبطي ما هكذا هكذا يعني, اه يعني الفئه المستهدفه الا باش تندمج مع بور تدنين الى الا دي جهر في طريق طريق سوي ماشي سنا الكشافه كتسن ديما دريكلها ديال الناس ان المرحله الاولى ديما عند الاشبال عند بورخس بالزانون هذا بعد مرحله الكشاف من بعد مرحله الكشاف متقدم بعد مرحله المهمه تقريب المركزيه تقريبا في الكشافين انتهى مرحله الجواله آه كانت تعتمد في سيغلب ان شاء الله مرحله الجواله الى انتهى ماشي سنقار المنعرج الشاب من ديس 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 مثل سن المراهقه تقريبا يتونث يتونث مرحلته سن المراهقه الى يعني تقريب نهاية مثلا دراسة مثلا البكالوريا معارج الخدمة الوطنية لا قاعد تزد فين في هذه المرحلة مرحلة الحساسة مرحلة حساسة جدا فنحن يعني قادة الكشافة الإسلامية كامل نولي أهمية كبيرة جدا لهذه المرحلة لإشباع رغبات نسن يعني بان لي كان شي تيف تيف كشافه ويزيد برنامج الكشاف برنامج الجواله التجد مفتوح ومتنوع حتى المشاركات يعني دولية وإقليمية يتشارك باش يعني هذه عاد غرس مثلا السفر ودي كل عادي فهمتني خاطر نمشي نبور غير مارو التفت اللي يتكلب غادي يحرق اللي يتكلب يقل من غادي يزور يدق لا مش الكشافه الحمد لله تشارك في جميع الانشطه العالميه ويعودون سالمين غانمين الى ارض الوطن جميل إيه. اه تونس قريب الجواله بعد الجواله تسمى مرحله القاده مليح ومن بعد مرحله القاده تس ما ما مراتب في في مجال مشقه التكوين مليح في مجال التكوين غنغ يعني مرحله الشاره الخشبيه ان بد تبدا مرحله الجواله غلست الشاره الخشبيه الا انتهى تقريب الشاره الا مهمه نور العمود الفقري انكشف شاره خشبيه اللي هي مثل اللي يتكون فيها الجوال هذه تدريبات خاصه، تدريبات خاصه من ناحيه من الناحيه البدنيه حتى من ناحيه المناهج، مناهج يعني تدرب مناهج خاصه من ناحيه مثلا الدين ماشي الناي العزيز من ناحيه المبادئ، من ناحيه الوطنيه، من ناحيه كل هذه المجالات الا تشد في دراسه حوالي سبعه ايام. جميل. مي بي في الشراخه الخشبيه ست بعد عامين ان شاء الله يرشح الى مساعد قائد تدريب جميل ماشي. بعد مساعد قائد التدريب اتس قائد تدريب قائد تدريب دولي انت يعني المرحله دول تم جاروت محبا. تينو طبعا توسم بوسامات خشب جيت من لورد بادن باول مؤسس الحركه الكشفيه محبا. يجو اوسما دي سنت الحطباطه متجنت نتاع اللي كنت نتو الكندي يقول مرحله محبا. الكشافه دي سنت. مرحله الكشاف مرحله مساعد قائد التدريب ثلاثه الحبات مرحلة أخيرة من قائد التدريب الدولي ديس أربعة الحبات. من الحبات. ما شاء الله وتقريب. شيخ مصفى هات الشيخ مصطفى يسأل لنا ها ناحية الإناث، الشيخ عبد العزيز. بالنسبة لما كنقري الإناث زوين. إلا. تقابلين تما كنقر من الأشبال أني الزهرات. صحة. من الكشاف أني المرشدات، من إيه؟ المتقدمات راني المتقدمات، المتق... م... من الجوال راني الجوالات، من القادة راني القائدات. ما شاء الله. من الرواد رائدات. ما شاء الله حتى خاطر مام صايت تاع للرواد الرواد واد آه العمده اه ايه. ما شاء الله ما كي قرت من بعده ماشي اه لوخه ما كان تغرت يا الله رواد كيف الله. كيف مكه كل ما كان المرحلة نقوم حتى تقابل مرحلة التزاون الأحياء جميل ما شاء الله يعني كلش منظم من مدرسة مدرسة كلش <applause> منضبط كلش منظم قائد أه... 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 عبد العزيز نقطة تكمل المراحل السن تقول السن يعني منا منا ما كنا مرحلة البراعم تسمى غير تنقروت يعني مؤخرا برك مي ما كيقر منا الأشبال الاشبال العمر ماك 6 سنين الا 10 سنين مليح 10 سنين من بعد 11 الكشاف 11 الا 14 ثلاث كور كشاك ماك ما كان ما كيقر المرحله للا السن اتا المرحله ما لا ثلاثة كور الا ربك يحفظ ان شاء الله آمين. ممكن بث تصاور انت وجدات اطلونسا الوقت الوقت <تصمت> لو اختي دهمنا الا ممكن عبد العزيز هنتسيو لك ستورو انظر الندوات ان شاء أه، الله آه تود الاطارات شا... ده الاطارات ده الاطارات اللي كشفيا الرواد للاطارات تلان ندوه كذلك نقول الشباب اللي حضر مع المجلس الاعلى للشباب بعض المؤطرين في الجامعه تينين كيف كيف ده... كيقارن لنعمده. العمده العمادات الاطارات لقيت دار ثقافة ون تلا تلا كيف كيف قلت كتلا... تون الشباب الشباب دا دا ما كيقار الشباب نزيد ماشي دا دا لي ما كيقار لا الورشات ورشة الورشات نقول الله يبارك ما شاء الله الشباب قلت يعني تكون كيف كيف لان القوم من تزاون ما كيقار المرشدات قلنا نشاط نسنت ااا ما كيقارن الابداع عند سنه الاشغال اليدويه اني كن كاع اني خدمن نعرضي الزيت 27 ماي تشوف السلطات الحياه نزرين كاع اني خدمت انت يدين انقي كمعرض يعني, يعني. لا لا الله يبارك الشيء الله ما شاء الله الافواج يعني يقد <applause> تو... فريق <applause> <applause> توازنت نسبة نسبة سبعة وعشرين سبع <applause> مسيرة كشفية مسيرة <applause> لساحة البلدية على دار الثقافة تود الاحتفال الرسمي مع السلطات السلطات اللي حضرت معنا يقعد تكريمات العمداء تكريمات العمداء بعض بعد ما نشارك بعض الدورات مسابقات نيجو كذلك ما شاء الله ربك يحفظ يعني ديك الجهود جبارة من زرومو ماشي كاع هدفنا نعرض لكم باش اكمنيني بارك الله فيكم ك كقاده ما شاء الله تلي تساهمون في تكوين جيل المستقبل من جيل المستقبل جيل الوطني يعطيكم الصحه اللي تقم بصمتكم يعني مكين اللي قراص يما بالخير ساعتين يقوم باش الوقت صادي نشاط دينين <سؤال> لا دينار لا زوج الحمد <سؤال> لله يقوم توفيق من رب العالمين اكيد ربكم مجاز ان شاء الله كل خير كمل أمينزرو زرو النمادي ما شاء الله اطفنا نبري دي لان مسقم يعني ندود الهدف لنا باش كاملين تفصل كامكم طن بارك ندود الميساج كاعلاميين يعني اما سنميدن الوقت الغالب غالب وانك فيه وانما ودمانكم انك فان ربك يحفظ ان شاء الله بالك توبات يضافتي ماذا بينا نقيم نحكوا جار نسند تكشف هذا وحدي الحمد لله انت تطلع معروفه بصح نكمل كل مره ما كاين ما كيتفقد دي سجل جديد لا نكمل نسيو ليس ممكن انا نختم سي قلنا النشيد نشيد واش غادي قلنا شيدي فهم صحه قلنا شيدي لا انا نختم سي سمع وتمنى عائشه لأن نغرم بالا دوريك يلا آه تفضل نختم سي ان شاء الله بارك الله فيكم عقبال لك نوبات اضافه لا نبدا غادي ان شاء الله بارك الله فيك يلا جيب لنا شي دوار وخا يلا شي واش مسبه قصة حياتي ابتدأت <applause> معك وانتي يا كشفيتي يا روحي وحياتي حققت الإندماج وانتي لي العلاج قلبي عليك هاش وحدك يا الكشفية عبت وحدي أجول خليلي وسيلي أين هي الحلول وش كل يسمعني حتى لقيت المدلول كشفا يفهموني جوا ليس في تربيتك يا الكشفية